سلطانة. مزبوط الشي اللي سمعته؟ أنا ما قلت لك إنك لازم تنتبهي؟ يعني نفس اللي ببالك يا خانو؟ سلطانة، مصطفى أكيد ما عنده خبر باللي صار. أنا من كم يوم عرفت، مو بقصدي صار هيك والله. طيب خلاص اسكتي. سلطانة والعمل، لازم ننفذ القواعد يا كوثر. الله يخليكي، مو بقصدي، ارحموني. سلطانة، انت ليش اجيت؟ شلون بتفوت لهون من غير اذن؟ السلطانة سامحيني، انا سلطانة، انا كنت جاي اسال حضرتك امتى بتحبي انه نجهز للسفر لبرا. اطلع برا. من بعد اذنك. روحي جيبي الحكيمة، لازم نخلص من هالمصيبة بسرعة. ارحميني سلطانة، هي غلطتك يا فتون ولازم تتحمليها. سلطانة الله يوفقك، ارحميني الله يخليكي. الأمير بيعرف إني حامل. الأمير بيعرف؟ أنا مستحيل كنت خبي عن حضرتك هالحكي، بس الأمير طلب مني ما خبر حدا. هالحكي مو مزبوط، مستحيل الأمير يكون له خبر. أقسم بالله سلطانة. خلص اسكتي، أنت شو عم تستني؟ يلا شوفي شغلك. دستور. شو عم بيصير؟ أنت شو شابك؟ فتون اطلعي، روحي على جناحي. مصطفى، ما سمعتي فتون شو قلت لك؟ اتركوني لحالي مع السلطانة. سلطانة، هذا الولد ابني، بدك تقتلي؟ مصطفى، هذا الموضوع محسوم، هالشي مستحيل انه يصير. انت بتعرف انه ممنوع والمفروض انه نحن ننزله. السلطانة الام عندها خبر؟ ما خبروها، بس انا رح قلها. لا اوعيك تخبريها. مصطفى، امي ما تخبري حدا، هيك رح ينفذوا القوانين عليها ورح يقتلوا لي ابني، وكمان بجوز يقلعوها لفتون من هالقصر. مستحيل خليوني يساووا هالشي. طول ما فتون موجوده بهذا القصر الموضوع ما رح يتخبى، واكيد رح يبين عليها. وصدقني انت الوحيد اللي رح تخسر، لانك رح تخسرهم الاثنين. واذا راحت من هالقصر؟ ما لازم حدا يعرف عن هالموضوع، حتى مصطفى ما لازم يكون عنده علم. فهمتي علي؟ حاضر سلطانة. ما تاكلي هم، المرافقة رح تضل دائما معك، كمان أمنا لك كل شي ممكن تحتاجي، وبعتنا خبر لأديرنا مشان يستقبلوك هنيك. الله يخلي لي ياكي يا سلطانة. سلطانة، سنبل آخر صار جاهز. طيب توصلوا بالسلامة. سلطانة، شو بدي ساوي هلأ؟ سلطانة الأم طردتني من خدمتها. لأنه بتستاهلي. أنا كم مرة فهمتك أنك ما ساوي شي بدون ما تستشيريني؟ سلطانة، شو في خير؟ من وين بده يجي الخير يا ناهي الدوران؟ انتي كيف هيك بتساوي؟ ليش هيك عم تقولي مولاتي؟ انا شو عملت؟ بعرف انه فتون حامل، ما كنت بدي اخبي الموضوع عنك، بس مصطفى هيك رغبته وانجبرت على هالشي. اسمعيني ناهي الدوران، وظيفتك هي تربية امير بيلتزم بقوانين الحرم لك، شلون بتخليه يتورط هيك؟ والله هي كانت وظيفتك انت كمان، كان فيكي ما تخليه للسلطان يوقع بالغلط. زعلت عليكي على الفاضي طول هالسنين يا ناهي الدوران، بس لهلأ لاكتشفت انك مو سهلة. سلطانة، اسكتي، نفذي القواعد والقوانين فورا، روحي نزلي هلأ للولد، اليوم لازم تخلصوا منه.
انتي شو عم تقولي فتون؟ سم شو؟ وموت شو؟ تتذكر وقت مرضت هديك المرضى كان الأكل مسموم، أنا حطيت لك السم. أمير مصطفى، أنا ما قدرت إني أقتلك. الله يخليك يا أمير، سامحني. طيب خلاص، لا تتعبي حالك أنت، مو وقت هالحكي. يا حراس، وين الحكيمة لهلأ؟ خلوها تجي فوراً. أمير مصطفى، أنا هون حبيبتي، هون جنبك. أنا كنت كتير بتمنى أجيب لك ولد، بس هنن أخدوه مني، قتلوه. خلص لا تتعبي حالك، فتون مو وقت هالحكي. أمير مصطفى، أنا حبيتك من جوات قلبي، على طول تذكرني. فتون، فتح عيونك. فتون، يا الله، جناب الأمير، ما بيصير تعمل هيك، طول بالك. جناب الأمير، يلا تعال معي. فتون، ما لازم تموتي. مولاي، محادثاتي مع سفراء النمسا بتبشر بالخير، بس لسه في عنا لقاء تاني، وأكيد رح يوافقوا على الاتفاقية مثل ما بدنا. رائع. إبراهيم، جهز لي حالك، لأنك رح تسافر بعد ما تتم هاي الاتفاقية. ضروري تاخد كل التدابير اللازمة مشان حملة الشرق. مثل ما بتأمروا حضرتكم. ادخل. مولاي، السلطانة ناهي الدوران برا. بعدين بشوفها، هلأ كتير مشغول. مولاي، ناهي الدوران، شوفي. أنا بعتذر، بس الموضوع كتير زاد عن حده، مشان هيك لازم حضرتك تعرف. السلطانة هيام محاولة إنه تحط له لمصطفى سم بالأكل. يا مولاي، هيام بدها تتخلص منه، بس ما بعرف كيف ممكن إنه تفكر بهالشي. كيف بتتجرأ تقتل ابن ال... إبراهيم باشا، تركنا لحالنا شوي. ناهي الدوران، انت متأكدة انه هيام هي اللي ساوت هيك؟ من وين عرفتي بهذا الحكي وشلون؟ فتون، جاريته لمصطفى قبل شوي ماتت. كيف؟ البنت كانت حامل واجهضت، وهي قبل ما تموت اعترفت. وقت مصطفى مرض هديك الليلة كانت حاطت له السم بالأكل، بس تراجعت وما خلته يكمل الأكل. فتون قالت إنه السلطان هيام هي اللي أمرتها تحط له السم. إذا مو مصدقني مولاي، بعت وراه واسأله. من الأفضل إنك تتمي بعيدة عن الموضوع يا سلطانة. لا،
أنت نسيان أنه هذا الموضوع بخص حياة ابني؟ الله أنقذه لمصطفى من الموت. لو فتون وقتها ما تراجعت وساوت يلي بدي إياه ويام، الله وحده بيعرف شو كان صار. أنت مو على أساس بدك تحميه يا إبراهيم؟ المفروض حضرتكم كنتوا تصرفتوا قبل ما توصل الأمور لهون. كان لازم من البداية تبعدوا البنت عن الأمير مصطفى حتى لو زعلوا طلب إنه ترجع. أنت بتعرف إني على طول عم بعدها. اهدي سلطانة ولا تفتحي لي هالموضوع قدام ويام. إبراهيم باشا، قول للسلطان إني بدي أشوفه. أنا آسف بس مولاي مو هون هلأ، راح مشان يشوف الأمير مصطفى. من شوي سمعت بالموضوع وزعلت كتير. الله يعينه لمصطفى، البقية بحياتك. أنت عن جد وحدة ما بتستحي، واقفة قدامي وعم تعزيني بكل وقاحة بعد اللي ساويتي؟ سلطانة، تعرفي ليش أنا هلأ هون؟ لأنه مولاي لازم يعرف إنه في ناس كانوا رح يسمموه ابنه. احكي شو ما بدك، مولاي مستحيل إنه يصدق هيك شي عني. معك حق، يمكن السلطان ما بقى يصدقني، بس رح يصدق مصطفى أكيد. رح تشوفي، مستحيل تنفدي من دون عقوبة يا هيام. حاولتي تقتلي ابني الوحيد، شلون قدرتي تعملي هيك شي؟ نسيان انه عندك اولاد انت كمان؟ ناهي الدوران، يعني انت عم تهدديني بالاولاد؟ فهميها مثل ما بدك يا هيام. شو رأيك يا باشا بالشي اللي عم تقوله؟ سلطانة إذا بتريدي يا ريت تروحي على جناحي، الأمراء هلا بحاجتك. مصطفى؟ طول بالك، ما بدي اياك تزعل. صدقني انت بكره جايتك ايام حلوه كتير. ما بتوقع سلطانة، ويام هالمره وقعت، بينت حقيقتها وانكشفت قدام. اكيد السلطان رح يتصرف، وانا كمان ما رح اسكت لها. اصحك، هالموضوع ما تفوتي فيه ابدا. سلطانة هيام رح تواجهني لإلي. مصطفى؟ سلطانة؟ إبراهيم طلع معه حق، مولاي رح يصدق هيام. بابا مستحيل إنه يقتنع بحكينا، ورح يسامحها على كل شي عملته ورح تعمله. هو يا موحدة مو سهلة يا مصطفى، عم يتل عيونه لأبوك على الآخر. يا حرام، واضح إنه قيمتها عنده أكبر من قيمتك. بكرة رح تشوفي شو رح يصير يا أمي، رح خليها تتعذب ضعف العذاب اللي تعذبتي. مصطفى اضحك، هو يا موحدة خبيثة. مصطفى في شي ببالك؟ اوعك تخوفني يا مصطفى. سلطانة اطمني، اكبر عقوبة للسلطانة هيام هي انك تبعديها عن اولادها.
مولاتي، بما أنه السدرة راحت أكيد حضرتك عم تفكري أنه تعيني واحدة بدالها. أكيد في حدا ببالك. خليني أتوقع مين. كوثر، ما هيك؟ هي جربت خدمتك من قبل طبعاً، إذا بتشوفي هالشي مناسب. مولاتي، إذا عم تحكوا بشي خاص بروح. تعي هيام. ناهد دوران حابة تعرف مين بدها تتوظف بدل درة. كنا عم نتناقش. لسه اليوم راحت، استنوا شوي. لشو العجلة؟ هذا المنصب ما بينترك فاضي، وإلا بصير في مشاكل بالحرم لك، مو هيك مولاتي؟ وأكيد أنت رشحتي كوثر، ولا أنا غلطانة؟ أنت ناوية تقترحي حدا؟ أنا بعرف حدودي يا سلطانة، وهالموضوع بالذات من اختصاصكن. مولاتي السلطانة، قال حضرتك طالبة تشوفينا. انشور يا سنبل هالقرار، إنه يلي رح يستلم المنصب بدل درة هي ست فريال. سلطانة، شرف لي كون بخدمتك. أنا واثقة فيك يا فريع الخانم، أنا متأكدة إنك جديرة بهالوظيفة هي، مشان هيك لا تخجليني. رح كون عند حسن ظنك يا سلطانة. إن شاء الله ألف مبروك يا فريال، أنتي بتستاهلي هاي الوظيفة، إن شاء الله تكوني قدها. شكراً سلطانة هويان. فاطمة، وين هويام هلأ؟ بجناحة؟ لا يا سلطانة، هي هلأ بجناح مولاي السلطان. واضح أنه رح تقضي ليلة هنيك، وإن شاء الله بتكون آخر ليلة إلها. آمين. سلطانة، إذا الست فريال صارت مسؤولة عن مصروف الحرم لك، فهالشي ما حيكون منيح. معك حق، مزبوط كوثر، رح لاقي طريقة لأخلص منها. بكرة الصبح بكير تاخدوا الأمراء قبل ما ترجع هيام من عند مولاي السلطان. إذا كنت غلطوا سلطانة. شو القصة يا ست فريال؟ لسا مبارح مولاتي عينتك المسؤولة عن الحرم لك. يمكن الشي اللي صار هو يلي خلاني اتوتر، ولما سمعت ما قدرت اتحمل هالشي. فهميني انت شو قصدك؟ درة خانم طلعوا لقطاع طرق وهي راحة عبيقوز يا سلطانة، وسارقين لكل شي ومحاولين يقتلوها كمان. لو شفتي حالتها. يا ربي، ما عرفتوا مين اللي سوا فيها هيك؟ لهلأ لسه ما عرفوا يا سلطانة، بس أكيد يلي طلعوا لها بيعرفوا إنها رح تمرق من هنيك. ليش أنا؟ شو دخلني؟ ليش عم تطلعي فيني؟ كوثر. سلطانة، عم تفتري علي؟ أكيد لعبوا هاللعبة ليرجعوها لهون. هويام،
شو صار؟ ما طولتي بالمشوار؟ روحوا على الجناح هلأ بجي. بمين انتي متأملة يا ناهد دوران؟ بمصطفى؟ هو بده يخلصك؟ عم تستني منه يعمل يلي ما عمله إبراهيم باشا ومولاتي؟ طولي بالك شوي ورح تشوفي يا هيام، بكرة أكيد كل واحد فينا رح ياخد حقه. صلك زمان عم تتعذبي، من وقت طويل ما ضحك وشك، وإذا بسألك رح تقولي هالشي بسببي. بس هالشي مو مزبوط ناهد دوران، مو أنا يلي وصلتك لهالحالة. انتي شو بتقصدي؟ ما فهمت. مو شايفة ما؟ طلعي حواليكي ورح تعرفي، ولا بتحبي قلك أنا هيام رح تبقي لحالك ناهد دوران؟ انتي عم تخسري كل الناس يلي بتحبك ويلي كانت توقف جنبك على طول. بالأول السلطانة خديجة، وبعدين مولاتي السلطانة، ورح يجي يوم ما رح يضل حدا حواليكي أبدا، لا إبراهيم ولا حتى مصطفى. بجوز ما رح كون موجودة بهداك اليوم، بس كوني واثقة أولادي رح يكونوا. لا تستغربي أبدا، رح يعاملوك كتير منيح، وأكيد رح يحترموك كتير، لأني أنا ما عم أزرع الكره والحقد جوات قلوبهم. أنا بدي إياهم يطلعوا بيشبهوا أبوهم، يكونوا مثله عادلين.